والمزيد حول هذه الورشة ينضم إلينا مباشرة من الرباط مفادنا عبد المولى بخريس. عبد المولى أهلا ومرحبا بك. بداية، ما هي النقاط الأساسية التي تم تداولها خلال ورشة العمل هذه؟ مرحبا لينا، مرحبا مشاهدينا الكرام. إذا بداية نود أن نشير إلى هذا يعني السياق الذي تأتي في تنظيم هذه الندوة، وهي هذه الحقبة الاستثنائية التي تمر من العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية على جميع الأصعدة الاقتصادية الثقافية السياسية وكذلك الأمنية. إذا في هذا السياق يأتي تنظيم هذه الندوة حول اللامركزية في الجماعات الترابية، والتي يتم تنظيمها من قبل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعه العملات والاقاليم، والتي ترم فتح مجال للقاء والتواصل بين المنتخبين المحليين المغاربه ونظرائهم الاسبان للتكلم حول مجالات التعاون وكذلك مجالات تحسين الخدمات المقدمه للساكنه المحليه، وايضا لمواجهه التحديات المطروحه على ضفتي البحر الابيض المتوسط ان في الجاره الايبيريه او في المملكه المغربيه، والغايه الرقي بمستوى التعاون في افق 2030 وهذا التحدي الكبير الذي يتمثل في تنظيم كأس العالم بين المملكة المغربية وإسبانيا والبرتغال. وللتفصيل في طبيعة اللقاء والنقاط التي يتم التطرق إليها في هذا اللقاء، يحضر معنا مشكورا الأستاذ عبد السلام دريوش، رئيس جمعية المنتخب رؤساء مجالس الجماعات العمالات والأقاليم. بداية، أهمية هذا اللقاء والنقاط التي تم التطرق إليها. بداية، عبد العزيز درويش، رئيس جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم. فكما تشرفتي وذكرتي في بداية المداخلة ديالك، فالسياق العام الآن جد مناسب بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة من خلال الخطاب ديال ذكرى 68 لثورة الملك والشعب، واللي حث فيه على إرساء جو الثقة وتذكيرنا بأنه هذا هو الوقت المناسب من أجل المضي قدما في دعم العلاقات الثنائية ما بين المملكة المغربية والمملكة إسبانيا. كذلك هناك تدخل الأخير لفخامة رئيس الوزراء السيد بيدرو سانشيز يوم 10 يناير، أي قبل 4 أيام، بحيث أنه قال بأنه الآن حل أوان من أجل توطيد العلاقات وتقويتها ما بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية. وإحنا التقطنا الإشارات طبعا ديال هذا الجو ديال الثقة اللي أصبح يسود ما بين البلدين، ونظمنا أول لقاء اللي هو يعتبر أول لقاء وجاء من بعد لقاءات ثنائية مع السادة الرؤساء من خصوصا منطقة الأندلس، واللي لبوا دعوة مشكورين من أجل دراسة الإمكانيات المتاحة لنا، خصوصا أن المستقبل زاهر، خصوصا أن هناك مشاريع كبرى لا بد للجماعات الترابية أن تنخرط فيها. كما تفضلتم هناك لا كوب دو موند 2030، هناك الخط القاري ما بين أوروبا والنفق ما بين أوروبا وإفريقيا، هناك أنبوب الغاز نيجيريا المغرب المغرب أوروبا، فمشاريع كبيرة نتمنى أننا نكون قد مسؤولية من أجل مواكبتها. نعم، طيب، هو يعني لقاء يروم مواكبة هذا التطور الكبير وهذه الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية. السيد عبد العزيز دريوش، أكيد أن المنتخبين المحليين لهم إسهام في مجال الرقي بالعلاقات الثنائية، أوجه المساهمة التي تطرحونها أنتم كمنتخبون محليون مغاربة ونظراؤكم الإسبان. لأكيد، وهو أن الدبلوماسية الرسمية أصبحت تؤمن إيمان راسخ بالدبلوماسية الموازية الترابية. فالآن في خضم هذا التقسيم الترابي الجديد ودستور 2011، فأعطى أدوار طلائعية للجماعات الترابية، ومن بينها هذه الدبلوماسية الترابية، واللي الآن بدأنا نلاحظ على مستوى الجهات ولا مستوى الجماعات ولا مستوى مجالس العمالة والأقاليم هناك دينامية جديدة في إطار مجموعة من الرؤساء الشباب، واللي تيشرفوا في الحقيقة الساسة رؤساء مجالس العمالة والأقاليم، ماشي غير الجانب السلبي، هناك جانب إيجابي، هناك قدرات لا بأس بها تعمل في الاتجاه اللي خاصة تعمل فيه. أشكركم جزيل الشكر السيد عبد العزيز دريوش، رئيس جمعية رؤساء مجالس
العمالات والأقاليم على كل هذه التوضيحات. الأكيد بأن العلاقات هي متميزة، تؤكدها الأرقام الرسمية على مستوى التبادلات التجارية التي تتجاوز 20 مليار درهم، وكذلك أكثر من 1000 شركة متواجدة في التراب المغربي، شركة إسبانية، وباحتضان المملكة لما يفوق ثلث الاستثمارات الخارجية الإسبانية الموجهة إلى القارة الأوروبية. والأكيد أن الناخبين أو المنتخبين المحليين لهم دور وإسهام في تثمين هذه العلاقات والمحافظة عليها في السنوات المقبلة. مفدنا إلى الرباط عبد المولى أبو خريص، شكرا جزيلا لك ولضيفك.